نسب كالوري سنشرح في بداية صورة سيدي باشا سادة أعضاء المجلس سادة الإعلاميون موظف الجماعة أيها الحضور الكريم أشكركم جميعا على تلبية حضور إشغال هذه الدورة الاستثنائية والتي يتضمن جدول كلها النقاط التالية الدراسة والموافقة على برنامج عمل جامعة الدول 2022-2023 الدراسة والموافقة على قرار لتحديد حدود طريق هي رقم S347 لتحويل المقطع الجزئي الذي يخترق الجزئية المتواجدة في الحظيرة الصناعية من القطاع الثاني إلى القطاع الثالث دراسة وضعية الجامع الخاص الذي يستغله أحد الخواص الدراسة والموافقة على طلب قرض من صندوق التشغيل الجماعي لتنفيذ مشاريع الجامعة الدراسة والموافقة على شعار جامعة الإسلامية إذا قبل أن نشرع في دراسة كل نقطة على حدها دعوني أستحضر معكم اللحظات الجميلة التي ها هو يحقق الصعود إلى دور النصف النهائي ليكون من الأربع الفرق العالمية محققا بذلك إنجازا تاريخيا وهو ما أدخل الفرحة في قلوب المغاربة والعرب والأفارقة وقد تحقق هذا الإنجاز وهذا التألق الكبير بفضل التوجيهات الملكية السامية والإعداد الجيد حيث ضم المنتخب الوطني لاعبين شباب تلقوا تكوينهم في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وهو الآن يحصد ثمار هذه الأكاديمية وهي نتائج لا تزيدنا كمغاربة إلا فخرا واعتزازا بانتمائنا لهذا الوطن الرائع وافتخارا بملكنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتألقنا بأهداب العرش العلوي المجيد سيما وأن بعثة الفارق الوطني قد حذيت باستقبال من لدن سيد محمد السادس نصره الله وهو ما يعكس العناية السامية التي يوليها جلالته وهو يحيط بها الشباب والاهتمام الخاص الذي يوليه لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا هذا ويعتبر هذا الاستقبال الذي خصصه جلالة الملك نصره الله للاعبين الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم تكريما لهؤلاء النساء المغربيات اللواتي حرصنا على تلقين أطفالهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن كما يشكل تعبيرا عن المكانة الخاصة التي يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية باعتبارها دعامة أساسية للعائلة والمجتمع عموما إذن الإخوان يمكن غادي نمر النقطة الثالثة لأن النقطة الأولى بالنسبة البرنامج عمل ما كاينش ما حضروش معنا الناس ديال الدراسات وبالنسبة للنقطة مش حاصل النقطة بالنسبة للنقطة الثالثة النقطة الثانية الدراسة والموافقة على قرار تخطيط حدود الطريق غادي نستناو باش يجيو الوكالة الحضارية ونبداو فيها إذا غادي نبداو من النقطة الثالثة دراسة وضعية الملك الجماعي الخاص الذي يستغله أحد الخواص فيما يخص النقطة الثالثة بخصوص هذه النقطة وحيت علم المجلس أنه سبق للمجلس وأن رفع اليد على جميع الدور السكنية التي يستغلها بعض الخواص عن طريق الكراء مع الجماعة بطلب من المعنيين بالأمر من أجل تسوية الوضعية العقارية مع الأملاك المخزنية بعد تسوية الوضعية المالية مع الجماعة بطبيعة الحال مشيرا إلى أن هناك بناية سكنية تفرع عنها محل والذي يشكل جزء من البناية
والذي لم يتم الإشارة إليه أثناء رفع يد المجلس على البناية الأخرى، والآن لنتدارك هذا الأمر فقد درجنا هذه النقطة للإشارة البناية فقط لكون المحل جزء من البناية المذكورة، وأن تسوية الوضعية المالية للبناية تكفي دون ذكر المحل. الإخوان اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجة غادي الإخوان واش كاين شي تساؤل في هذا الشيء هذا؟ واش السيد الرئيس تقدر تسمي لنا هذا الأحد شكون هذا؟ بالنسبة لهذا يسير كيفاش تفرع عنها؟ فهموها تفرع عنها محل، واش محل تجاري تفرع عنها أو لا محل تابع لهذه البناية؟ بالنسبة لهاد الدار هذه كانوا عندنا 4 ديور تابعين للجماعة، وبأمر من المجلس في واحد الدورة من دورات المجلس كانوا سووا الوضعية لهاد الناس هادو، لكن كان واحد المشكل على هاد الدار هادي، كان تفرع منها واحد المحل، وهذاك المحل جزء لا يتجزأ من الدار كاملة، وهما كانوا عطاو ليها في الدورة سووا لها الوضعية، ولكن ذاك المحل بقى كيستخلص واحد 200 درهم على هذاك المحل، يعني كان واحد التناقض. الجماعة سوت الوضعية للدار كاملة، ولكن ذاك المحل بقى كيترتب عليه ديك الاخر 200 درهم كل شهر. ودابا باش نداركو هاد الاخر خصنا درنا هاد النقطة في الدورة باش غادي نوليو ل 2013، لانه هذا كان في 2013، لانه ما عندناش الحق نستخلصوا عليه مادام حنا سوينا له الوضعية، ولهذا ارتاء المجلس باش غادي يديروا كنقطة باش ياخذ فيه المقرر المجلس، وغادي يخلص لينا غير من 2013، اما الفوق ما عندناش الحق باش نستخلصوا منه. وربما السي محمد البوعزاتي غادي تفيدنا اكثر في هذا الشيء، لانه هذا في العهد ديالك سيدي محمد، هذا المحل هذا يمكن في العهد ديالكم يمكن غادي تفيدنا اكثر. هذا اللي في الشارع بن عمار، بن عمار كاين دور سكنيه وكاين مسائل اخرى، ولا ما كنعرفش لحد الساعه المصير ديال هاد الممتلكات، واش صدقت واش تسوات ولا ما تسواتش، لا ادري لحد الساعه. هادشي اللي في علمي هادشي اللي عندي، انه كاين بعض الديور ديال السكنيه وكاين الحمام، على ما اتذكر كاين شي حاجه اخرى ولا. دابا السؤال المطروح السيد الرئيس هو انه واش المسطره هذه كافيه باش حنايا ما كاين حتى شي مشكل، كاين تناقض، خصنا نرفعوا اليد على ذاك المحل، اما تسوى كليا وما كاينش تسويه الجزئيه النص حقيقه، انه ما عندنا حتى شي مانع حنايا. هاد الممتلكات انها من المخلفات ديال يعني المجالس السابقة، حقيقة أنه الجماعة لا تمتلك أي وثيقة تشير إلى أنها صحيح، لأن العقار أصلا محفظ في اسم الدولة. الجماعة لا تملك إلا الزينة، هذاك البناية اللي فوق ذاك العقار، إذن كيصبح مشكل. حاولنا مرارا أنه هاد الناس خصهم يتسووا، وكاين مسائل أخرى. كل الممتلكات اللي كتملك الجماعة دابا هي مشيدة فوق أرض الدولة.
يعني كان سبق المجلس انه رفع واحد الملتمس على انه يقتني هذه الاملاك من عند الدوله، ولكن لا زلت ما كان عارف شيء. فين وصل المسطرة؟ وشكرا. صوت غير مع الديور كان خدام فيهم على هذاك المحل، لكن هو ذاك المحل ما شاروش ليه، ما شاروش ليه، وبقات كتجي له 200 درهم كل شهر. ولكن حنا باش نسقسوا حنا على الدور السكني كامل ما يمكنش نسقسوا عليه. اما بالنسبه للبنايه ديال الاملاك المحليه، كل بنايه على ارض دوله للجماعه الحق ان تستخلص عنها ما دام لم يصور الوضعيه ديالو صاحب المستقبل. احنا ما عندنا حتى شي مانع. لا يا سيد الرئيس، ولكي واه المحل واه عندي واه ونافع خاص ونافع خاص شكرا سي حميد. سي حميد، هذا كما كنا هضرنا فيه، دابا عندك اشكاليه. اش الاشكاليه اللي عندنا دابا؟ انا كنت هضرت مع الساكنه، دابا باش تعرف حتى تسمع حتى انت، قلت لهم باش يديروا واحد الجمعيه، حيت دابا عندنا تما دابا ما عندناش واحد التيتر، عندنا مجموعه ديال التيترات. نعم. دونك ما يمكنش الجماعه هي اللي غادي تبادر دير هذا الشيء، شي جمعيه غادي تنسيق مع جماعه غادي نوصلوا للحل لهذا الشيء اللي عندنا في الباقه، لانه في هذا الشيء المشكل اللي عندهم في المحافظه ماشي عند الجماعه. الجماعه ما عندهاش مشكل، كيقول لك عندنا بزاف اللي تيتر، ما عندناش تيتر واحد ديال الباقه، عندهم شي اربعه ولا خمسه ديال اللي تيتر واحد في واحد. خصهم اللوفين يقدروا من جديد يديروا واحد اللوفين باش كل بارتي يديروا لها واحد. من هذا الشيء السيد الرئيس، راه المهمه ديال المحافظه ماشي ديال البلد، واش هي تدخل واش تجمع كلشي التيتر سميتو التيترات ديرهم وحده؟ ما تقدرش السي، راه هضرت مع مشيت عند المحافظ عندهم شي داخل شي، راه دابا الحاجه الوحيده اللي يقدروا يديروا واحد الجمعيه. حنا رحنا معاهم، حنا نعاونوهم في هذا الشيء، دار واحد الجمعيه باش هذيك اللي غادي هذيك اللي عندها الشرعيه باش تهضر مع السبب صمت سجل هذا الشيء بوجهه. نعم. وشكرا السيد الرئيس. دابا المشكل ديال تسويت الوضعيه، اما هما دابا الوحده اللي غادي يحفظ اللي عندك الشيء هو اللي غادي يحفظ. دابا المشكل اللي عندهم هذوك الناس اللي ما عندهمش ذاك الشيء مطابق لهذاك اللي عنده في التسبيل هذا. اما هذوك الناس اللي عندهم داك الشيء نيشان مطابق راه كيحفظوا. الاخوان غادي يمروا للنقطه الرابعه ان شاء الله.
بخصوص هذه النقطة أشير إلى أن رئاسة المجلس مشارك انصرف مع الجهات المالية بوزارة الداخلية من الحصول على القرض، وأن صادق على اتفاقية شراكة لبناء مكتبة عمومية ودار المطالعة، كما صادق المجلس على اتفاقية لبناء ملعب رياضي، وهي اتفاقية تم المصادقة عليها مما يتطلب تعبئة الموارد المالية لكي يتم تنفيذ هذه المشاريع وغيرها من المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجامعة. الإخوة التكلفة ديال هذا القرض، التكلفة ديال هذا القرض شحال كتبلغ سيدي الرئيس؟ بالنسبة للتكلفة ما غاديش نقولوا شحال غادي، لأنه ماشي حنا اللي كنتحكموا، ماشي حنا اللي كنتكتموا في القرض، ما غاديش نتحكموا حنايا في القرض شحال بغينا، وإنما الفيك الصندوق التجهيز الجماعي هو اللي كيقرر شحال غادي يعطينا، كيشوف شحال عندنا في المداخيل اللي دخلت الجماعه من 2016، دارت الحسابات من 2016 حتى 2022 وكتعطي لها واحد الحساب، هذاك الشيء اللي تقدر تعطي لنا. اذا هذا سلف سلف. ولكن ما معينش المشاريع اللي غادي تهيئ؟ لا، لانه دابا على المشاريع دابا حنايا خصنا ندقوا الابواب ديال الشركاء، مثلا غادي نديروا ملعب، الملعب راه خصك واحد المبلغ مالي محترم، حنايا باش غادي الشركاء باش يعاونونا ولا يديروا معنا اتفاقيه شراكه خص يكون عندنا حنايا واحد المبلغ مالي محترم، كتقولوا الجماعه كتساهم بهذا المبلغ هذا خصكم نتوما تعاونونا، وكنبرموا معاهم. سيد الرئيس راه هذا هو الاشكال، إذا كانت الجماعة ولات حاليا ملزمة أنها أي مشروع خصو يدار كتخصص واحد النصيب واحد الغلاف المالي، يعني قبل ما تطرق الأبواب، حنا كنشوفوا بأن تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية كيقترح 2 مليار سنتيم، كنعتقد بأن 2 مليار سنتيم إلا مشينا نطالبوا وحددنا 2 مليار سنتيم راه غير كافية مع تطلعات السكينة. مثلا أنا كنمثل حي دردورة، إلا بغينا مثلا سيد الرئيس وصلنا نديروا مثلا إعادة الهيكلة، الجماعة على الأقل خصها تساهم بواحد 300 ولا 400 مليون، 300 أو 400 مليون إلا حنا تحصلنا على قرض ديال 2 مليار سنتيم راه ما يمكنش، غير كافي، بمعنى ما خصناش نحددوا مثلا 2 مليار سنتيم اللي نقدروا ننطلقوا بها، ربما نقترحوا مثلا 4 المليار 5 المليار ونمشيو نترافعوا عليها. شكرا سيد النائب. وا سي حمد، الناس سيد الرئيس حاليا واش كاين شي حاجه في الصندوق عندنا ولا ما زيرو ديالها؟ واخا نبدا مع السي حميد. السي حميد، بالنسبه للجنه الماليه اقترحت 2 مليار، قلت لك حنايا ما كاين. سمعت السي حميد، حنا كنا درنا 4 مليار سيد المصاحبه قال لنا راه ما يقوليناش، قال لنا من الاحسن نديرو شي كريدي قرض ديال 2 مليار. سي حميد، حنا خطأنا باش ما غاديش نشيرو للمبلغ، علاش؟ ما غاديش نشيرو للمبلغ لانه ما عرفناش شحال غيعطيوناه، لانه حنا ما كنتحكموش في القرض اللي غيعطيوناه. ما غاديش نحكموا شحال غيعطيو في القرض، لهذا الا باش نديرو غادي نديرو القرض. اما بالنسبه غادي تقول لي المشاريع اللي غادي دير راه 2 مليار ولا 3 ما درنا والو، كما كتقول انت راه 2 مليار بزاف، راه 3 مليون درهم غير الملعب، 3 مليون و600
غير الملعب، يعني 3 مليار و600 الملعب وحده هذا ديال 30 مليون درهم، 30 مليون درهم هذا غير الملعب، فهمتي؟ حنايا كنقول لك الا درنا القرض راه ما كنديروش القرض باش غادي نديروا منه هذا الشيء، كنديروا الاولويات، الاولويات وغادي نحددوا شحال غادي نساهموا حنايا باش نشوفوا الشركاء الاخرين اللي عاونونا باش نكملوا هذه المشاريع. ما الى 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 قلنا بانه غادي نديروا داك الفلوس اللي عندنا لا ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه. راه الى هذا الشيء مليون درهم ما غاديش تدير والو. لا السي حبيب، حنا انا ابعد باش نوضح مع الصوره، لانه انا هذا الشيء اللي كنقول لكم انا راه مشيت عند الفيل جلست معاهم هضرت معاهم، هما الحساب اللي عندهم كيقول لك عندكم مليار و200، مليار و200 على حساب المداخيل، على حساب المداخيل، ولكن حنايا درنا مجهودات باش نشوفوا كيفاش غادي يزيدونا في التيفيا، كيفاش شفنا الرابور، لان كيقول لك دابا في 2023 ان شاء الله غادي يزيدونا، ربما غتزاد هذه، وإلا زادت ودرنا هذا القرض ديال جوج 20 مليون درهم ولا 30 مليون، حنا راه حتى 50 مليون. أي إلا عطاونا، وبالنسبة لسيد العامل حتى التقرير ديال سيد العامل كيلعب الدور. نعم. لأنه ملي غادي نشوفوا حنايا نقولوا له هو شرطوا علينا كيقول لك خصك تجيب لنا الدراسة، حنا الدراسة راه كاينين موجودين، الدراسة ديال المكتبة كاينة، الدراسة ديال الملعب كاين، والدراسة ديال المجزرة راه كنخدموا فيها راه حتى هي كاينة، هذا الشيء كامل، وغادي ندخل أبواب ديال الشركاء اللي غادي يعاونونا، ولكن فوقاش ما مشيت عند شي واحد كتقول له خصك تعاون الجماعة، كيقول لك راه ضروري خصك باش تساهم أنت. كتقول له انا غادي نساهم مثلا واحد النسبه انت غتعاوني، وكاين ثلاثه ولا اربعه ان شاء الله غادي نديرو، وراه جبنا الموافقه المبدئيه ان شاء الله باش نعرفوا ديال الملعب واحد 8 مليون درهم يمكن ان شاء الله راه عطاونا الموافقه المبدئيه ان شاء الله. نتمنوا لك ان شاء الله. وبالنسبه سي عبد الرحيم كتقول لنا شحال عندنا حنايا، حنايا كنتوقعوا هادو مجرد توقعات وصافي، يمكن غادي ندير واحد 6 مليون درهم ان شاء الله، باذن الله 6 مليون درهم ان شاء الله، هذه الفائض اللي توقعنا عليها باش ان شاء الله ان شاء الله كنتوقعوها. سي محمد اش بغينا؟ على اساسها نطلبوا القرض من بعد الدراسة ومن بعد واحد المسطرات ويلا بزاف، أنه فيما يخص على حسب العروض ديالكم وش اللي تانا نسمعوا على أن الجماعة كتعرف الصعوبة في الناحية الاقتصادية المالية، هنايا أود أن أقترح أنه المشاريع خصها تكون مشاريع ذات المردودية المالية، لأن الجماعة محتاجة المال. فيما يخص انه المشاريع هذه اللي ذكرتو مزيانه ديال الشبيبه والرياضه وديال الثقافه ديال المكتبه وديال الى اخره، وانما هنايا تنتمسم السيد الباشا المحترم على حسب ما لمسنا فيه من الغيره ديالو على المصلحه، يعني دخل باقتراح، يعني ما نظرا لما له من خبره ودرايه في الموضوع باش تقترحوا المشاريع اللي عندها مردوديه ماليه يعني تفيد الجماعه. ايوا الشيء اللي يمكن نقوله السيد الرئيس في هذا. سي محمد. نعم. بالنسبه لهذه المشاريع اظن ان الملعب عندنا فيه 26 محل تجاري، هادو موارد قاره، غيعودوا بالنفع على الجماعه. وبالنسبه للمكتبه درنا فيها نقطه غتذكروا هادو، يعني هادو موارد قاره اللي صوت المجلس صدق عليهم، وحنايا بغينا نديروهم نخرجوهم الحيز. وإذا هادو راه مشاريع عندهم كيعودوا بالنفع على الآخر بالجماعة.
سبيل المثال إلا كاين شي رصيد عقاري رصيد الرئيس يعني عن طريق الأخر المؤسسة ديال العمران الجماعة دير واحد الجهة الأخر ولا تبني واحد مجموعة سكنية كبيرة كذا إلى آخره لأن الجماعة اليوم خصها تبحث عن موارد جديدة يعني إلا درنا قرض تنقول أنا واخا إن كانت مردودية اجتماعية كذا خص يكون واحد الطرف يكون عنده مردودية اقتصادية يعني دائما على المجلس يفكر في المشاريع اللي غادي تنمي الجماعة المستقبل وشكرا يعني شكرا هذا هو يعني التوضيح هو وكنظن بانه غادي نرجعوا للنقطه الثانيه اللي حضر معنا سيدينا لي باش غادي ندولوا فيه. بالنسبه للنقطه الثانيه كاين الدراسه والموافقه على قرار لتخطيط حدود طريق التهيئه رقم اس 347 بتحويل المقطع الجزئي الذي يخترق التجزئه المتواجده بالحظيره الصناعيه بالقطاع الثاني الى القطاع الثالث. بخصوص هذه النقطه اشير الى ان هناك تجزئه بالحظيره الصناعيه على شطرين وبعد الانتهاء من تسويق جميع الوقع في الشطر الاول ارتأت الشركه المعنيه الى مطالبه بالترخيص لانجاز التسويق في الشطر الثاني وبعد الترخيص لاحداث التجزئه الوحيده ان هناك طريق يخترق هذه التجزئه وجزء منها وبالتجزئه لحلها الملف اثناء التسليم المؤقت لاشهر التجزئه فإن الأمر يتطلب الموافقة على قرار لتخطيط حدود طريق التهيئة رقم اس 347 بتحويل المقطع الجزئي الذي يختلف الجزئية المتواجدة بالحظيرة الصناعية بالقطاع الثاني إلى القطاع الثالث وإنه لما تم إحداث هذه الطرق لتسمية التهيئة إلى الجنس الجديد لم يتم الأخذ بعين الاعتبار تسمية التهيئة للحظيرة الصناعية وللمزيد من التوضيحات أحيل الكلمة على السيد محمد الوكالة الحرامية لأعطاء المزيد من التوضيحات في الموضوع. باش يديروا الطرونش الثاني من التجزئة تبين بلي أن هذيك الطريق داخلة شوية في الشطر الثاني ديال التجزئة. تقرر على أساس أنه هذيك الطريق يعني غادي نحولوها جزئيا باش يبقى لأنه الشطر الثاني كانوا دي لوصار وردهم ديالو كبار باش ما يضيعوش ديك سميتو نظرا لاهميه المشروع الاقتصاديه بالنسبه للجماعه ارتاحوا بانهم يحافظوا على ديك ليلو ويبدلوا نحولوا ديك الطريق نحولوها للشطر الثالث جزء منها المسطره ديال المسطره القانونيه هو انكم غديروا يعني المحضر ديال الدوره ديال اليوم ان شاء الله باذن الله بالمصادقه على هذه القضيه واحد بطاقه تقنيه وتصميم توبوغرافي يعني كيحدد يعني يبين انه يعني الطريق ويبين التحويل ديالها وواحد المذكره كديرها الوكاله الحضريه وعلى اساس انها نصيفطوها للمصادقه ان شاء الله يخرج في الجريده الرسميه بقرار ديال السيد الوالي طبقا القرار ديال وزير الداخليه ديال 20 مارس 2003 وتصدق عليها وصافي. بالنسبه لهاد السيدي عطينا توضيح اكثر على القيمه المضافه اللي غادي يعطي التجزئه ولا اللي غادي يعطي مثلا لان القضيه من الجمهور كما كنعرفوا حنايا كيجي اللي كيجي ما كنقدروش مثلا نغيرو ورا شي حاجه واش هما اللي كانوا غفلوا هادشي ودابا بغاو مثلا نديروا هذيك الطريق اش من القيمه المضافه اللي غادي يعطي التجزئه ولا القيمه المضافه هو ان هذيك الطريق ما تقدرش يعني اننا نحاولوا نحيدوها على اعتبار انه يعني الزياره كانت قبل وتصميم البلون داميناجمون الجديد راه هو اللي جابنا ديك الطريق
وهذيك الطريق درناها على اساس انه لانه ما كاينش كاع ترابط ما بين بديك الجهه من تما. بالنسبه للبلان ما كاينش شي ترابط ما بين الجهه الشرقيه مع الجهه هو هذيك. وهذيك الطريق راه ما كانش تسميت هي ديال البارك اندستريال. سيدي في نفس السياق دابا على حسب ما فهمت بان الشطر الثاني حاليا ما غاديش يكون عنده ملف، بمعنى ما غاديش تكون عنده طريق. على حسب ما بدو لي معناها غادي تحول هذا الطريق للشطر الثالث. لا هي راه جايه ما بين الشطر الثاني والثالث. جوج. واه بجوج بينهم. جوج ما بين الشطر الثاني والشطر الثالث. واه يعني جا فارقه بينهم. لا عاود بالنسبه للمنطقه الصناعيه غتكون مغلقه. ما غاديش الحظيره الصناعيه غتكون مغلقه، ما غاديش تكون عندها المنفذ اللي غادي تخرج شي حاجه. واه. كتكون تمشي فيرم. واه. ياك هكا. واه. انا غادي ياخذ بعين الاعتبار هذا التحويل اللي غندير. كاين شنو لوتيسمون؟ في لوتيسمون
ولكن دابا هما كيقول لك راه غيمشي الا كاين بروبليم ديال الجهاز ما نقدروش نحو حنا ضروري الى مثلا نحولنا هذا التعليق راه ضروري خصنا نشوفوا المنفذ ديال لاخور السكينه غادي نشيروا ليها هنايا باش غادي بيان سير ضروري لانه راه دابا انا غادي نرجعوا لواحد الحاجه اخرى ديال لي كونتريبيسيون ديال لي ريفرا ديال سميتو الى مثلا واحد السيد دات له ديك التحويل ان الارض يعني الطريق دات له الارض ديالو كامله اوتوماتيك هو غادي الجماعه خصها تاخذها. لا ماشي هذا هو الاشكال، الاشكال هو انه الا بنى على ذاك المنفذ لانه ملي كنحولوا راه ديك كينسد السكينه ما عندوش فين غادي يخرجوا. اذا ضروري خصهم الطريق، ضروري والطريق شكون غادي يديرو؟ خص الميزان هي اللي غتكلف بها، هذا الشيء اللي غادي مثلا حنا غادي نكبروا لهم يغيروا هذا الطريق يحولوا. ولكن شريطه يديروا واحد الطريق اللي غادي السيد الرئيس بالنسبه للتحويل راه ماشي شي تحويل انا غادي راه غير هذيك نعاودوا ديالها وصافي. ولكن هذيك راه شوف راه خصك تشوف شنو غادي يدير عليها. السلام عليكم. زيد كتكلوتوري هي الحظيره الصناعيه يعني واخا جزئيه ولكن كلوتوري يعني مسدوده الفو غارونتي اسي جون لا هاد الناس هادو خصنا نضمنوا لهم الارتفاقات الممرات منين يدوزوا اليوميه يعني ياك مزيان هذه خصها تتخذ بعين الاعتبار في لافيش تكنيك اللي غدار وليتود ليتود توبوغرافيك اللي غدار خصها تشار ليها ويتم التاكيد عليها ياك لانه البلان داميناجمون هذاك راه قانون ياك على اساس انه في 2026 وهنا خصكم تردوا البال لانه 2026 غيكون سالا هذا اللي كاين دابا الحالي ياك 10 سنين ديالو غتكون سالا في 2026 نحطوها بعين الاعتبار في داك الشيء اللي جاي في تروازيام ترونش كاتريام ترونش اكسيتيرا حنا ما عندناش مشكل ولكن في 2026 التصميم اللي غيكون خصو ياخذ بعين الاعتبار هذه المساله ديال الارتفاقات في هذيك الجهه لانه الناس حاليا راه كينضلوا نفكوا في هذه المشاكل اليوميه راه الناس حاليا خصها ممرات وارتفاقات منين تدوز متفقين متزاد متفقين على راسنا وعينينا اقتصاد كذا بزاف الامور اللي هي ايجابيه ولكن هناك جانب اخر اللي هو ساكنه تمايا خصها ما تكونش متضرره وصلنا في الاخر صافي هذا هو دابا فهمت شنو السيد المهندس بالنسبه للبطاقه التقنيه تكون بيان فيسلي يعني تكون فيها كاع الجزئيات لي كوردوني كل شيء لان ما عندناش حالات كثيره حتى الناس اللي كاين تما ما كاينش بزاف بنايات وكذا وحتى داك التقليص من 20 متر راه تي بو جانجلي تما راه ممكن دير لها خص غير ليتود تكون تعطاها اهميه كبيره صافي الفو جانجلي فهمتيني دابا اش بغيت نقول لك الفو يطر ماليابل ماشي ريجيد انا طريق 20 تبقى غادي 20 بحال التران لا كاين شي بلايص اللي اون بو ديفيي ان تي بو كذا باش ما نضروش هذوك الناس لا 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 ل
كتقنيين وهذا واقترحوا عليهم تقدر تجبد منهم شي حوايج اللي يمكن انت ما كنتيش تعول عليها كاع ما تزيد راه فيها ناس اللي كيكولابوريو وكذا عندهم تعليمات هما باش يتعاونوا مع الناس فهمتي ولكن حنا خصنا نقلعوهم اشنو بغينا واش بغينا قاعه ولا بغينا شي حاجه اخرى اذا كانوا فكروا المصلحه العامه فكروا ليها نعطيوها نجلسوا معاهم ونجلسوا بعقلنا ماشي نجلسوا في حوايج اخرى صافي ابن السيد الرئيس يبني بها القرار ونديروا الدوره القادمه ديال شهر جوج على اساس ان ما يكون لا ضرر. احنا الدور ديالنا هو اننا نستجب لمتطلبات الساكنه وتوفير والمساعده في توفير فرص الشغل. هذا مشروع زين للمنطقه ولكن في نفس الوقت خصنا ما نديروش ضرر. اليوم السيد ممثل الوكاله الحضريه الاراء ديالو اللي عطاها استعجاليه انه باش المشروع يدوز وصافي. احنا لا احنا خصنا الاول نحميو الساكنه ونجحوا المشروع. دونك انا كراي شخصي تخرج اللجنه في هذا الشهر ولا هذا 15 يوم ياخذ واحد القرار اللي هذاك القرار انه يتعطى للسيد الرئيس وبناها نديروا نقطه في شهر جوج ونصوتوا عليها. احنا ماشي ضد ان ننميو المنطقه وشكرا للسيد الرئيس. شكرا للمستشار. الكل تقول الكل يتسابق مع الزمن الكل دابا اللي قالوا لي غدا في نصايبو نقول لهم انا اليوم بات خدامين سهرانين باش غدا نوجد لكم المسائل ديالكم. ما كاينش شوف ما بقاش عندنا الوقت التاجيل، علاش غنأجل؟ هذا هو المجلس مبدئيا مثلا ياخذ قرار دابا ياك المسائل التقنيه غتخدموها هنا وفوري ميزور غادي يبنوها فهمت كاش قلت شي خرجات وداك الشيء من ديال المصادقه هذاك الخرجات غنديروها دابا حنا بعد ما نصادقوا على هذه النقطه نديروها ونخدموها ونعطيو داكشي اللي بغينا نديرو للسيد ديال الوكاله الحضريه باش يسيطر على المصادره. علاش غنأجلو حنا؟ شحال غيطلب منا ديال الوقت في التجهيز؟ عندنا شهر شهر ونص. علاش حنا ما نستغلوش داك الشهر ونخدمو فيه حوايج اخرى؟ ونكسبو الاستثمار ونكسبو الساكنه بجوج ونكسبو شهر. راه نهار شوف دابا في الاستثمار نهار كيسوى الثمن راه معنا المستثمرين هنايا راه نهار كيسوى الفلوس. السيد الباشا السيد الباشا السيد اسمح لي السيد باش تعرف السيد المستشار بانه هذا الاخر ماشي دابا ماشي جاء استعجالي راه اشتغلنا فيه بزاف وخدينا فيه لاقول وقطعنا فيه اشواط كثيره في هذا ماشي غير دابا لا وهذه الموافقه اللي غادي نديروا موافقه مع مراعاه متطلبات الساكنه المتواجده بها بجوار الحظيرة كضرورة توفير المنفذ تجهيز على عاتق الشركة ميتزيت بما فيها اعتداء مادي إن وجد. هذا الشيء اللي غادي يديروه في المقرر يعني كل شيء داك الشيء اللي غادي يديروه راه درناه في المقرر وغيكون المقرر هكا وستبقى عليه الشهر ومشينا تماك وجا الكاتب العام ديال العمل مشينا تماك شفنا اللي غادي يديروا يعني ماشي دابا جاو دابا غير الصيغه كيفاش نديروا هذا ولكن حنا باش غادي نحميو راسنا ونحميو الساكنه خصنا نديروا هكا مع مراعاه السيد الرئيس. دابا الا سولتك انت عارف عدد الناس اللي غادي يكونوا متضررين ولا ما متضررينش؟ اليوم انا عارف خرجتي مع الكاتب العام ولا ما خرجتيش؟ انا جاو عندي نكمل الهضره واش عارف انت الاسماء ديالهم واش عارف واش هما قادرين انا قد يمكن حتى تاخذ لهم نص من الدار ولا ما انا غير كنقول لك احنا عندنا كما قال السيد الباشا دقيقه في الاستثمار كتسوى الفلوس حنا مع الاستثمار وخلق فرص الشغل جديده. السي جاري غير واحد الحاجه ربما ما فهمتيش. نعم يمكن ما فهمتيش هذا الشيء اللي كتهضر عليه لا علاقه بهذا الشيء اللي كنبغي عليه. هذا المنطقه الصناعيه في الماكينه الحريره الصناعيه في الماكينه في العالم كتكون مغلقه. هادو عندهم المشكل ما عندناش ما غاديش نضروهم عند الديور الديور ما غاديش تقاسو لانه كان راعي بنظام الاجور تسميت هي كان راعي تسميت هي الديور الا تقاسو في تسميت هي ماشي دابا ما حنايا دابا كنشوفوا على هذاك الطريق خص تسد الحاضره الصناعيه خصها تسد كيفاش نديروا لها نغيروا نحولوا الطريق باش
هذوك السكينه غادي ما يبقاوش يدخلوا تماك، لانه السكينه دابا كتخرج من تماك. ها المشكل اللي كاين، اما باش يتقاس ولا ما يتقاسوش ما عندوش علاقه بهذا الشيء، عنده العلاقه مع التسميت. هي بروبليم ينجمو الدار اللي تقاس تقاس، اللي ما تقاسش ما تقاسش. وبالنسبه للطريق حنا مشينا ليه وخرجنا، كنا نلقاو واحد الطريق منين غادي يبقاو يدوزو الناس، لا عقل ولا فهم. ولكن حنا باش نحميو الجماعه ونحميو السكينه درنا مع مراعاه هذا الشيء اللي غادي يدار، واذا غادي غياخذوا بعين الاعتبار. دونك في هذه الحاله السيد الرئيس غير باش يكون ان التزام الناس المعنيه بان هي اللي غادي تستثمر في البنيه التحتيه تما، باش ما نكونوش حنا من بعد غدا يجوا المواطنين يتابعونا حنا كجماعه. انا غير كنقول لك السيد الرئيس نقطه اضافه باش ديرها، باش يكون ان انونجاجمون التزام من هذه الهيئات. بالنسبه هذه الوثيقه، هذه الدوره، هذا المقرر اللي كيدار، عرفت شكون هو ولا راه ما يمكن، راه ما يمكنش يديروا شي حاجه من غير هذا الشيء اللي عندنا في الدوره. حتى الا داروا شي حاجه راه ما يمكنش. احنا كنصدقوا عليه، علاش جبناه؟ ما يمكن لو كان ما غاديش نديروه في الدوره. مثلا غير الرئيس يقول لهم صافي نديروه، ولكن كيدار في الدوره باش يكون ذاك محضر رسمي، وثيقه رسميه بحال شي حاجه ديال خصو يتحضر. شكرا. انا محضر الدوره اليوم، راه واحد الوثيقه اساسيه في المسطر. والامر دابا ما يمكنش عندك الاخوه ما كملتش. بالنسبه للمقرر كما قلت لكم، الموثق مع مراعاه متطلبات السكينه المتواجده بجوار الحظيره كضروره توفير منفذ تجهيز على عاتق شركه ميتزل بما فيها اعتداء مادي ان وجد. اذا صافي الجامعة. إذا كان هذا اللوغو هذا جمعنا فيه الرموز، خصنا نتأكدوا إذا كان الجامعة عندها مثلا اللوغو خاص بها كرمز للجامعة، ربما تنظن هو اللي خص يكون، خصنا غير نتأكدوا. لا، بالنسبة للسي عبد الحي، هذا الرمز هذا الجامعة العالمية عندهم هكا، الجامعة العالمية في العالم كامل عندهم هذا هو الرمز. إذا حتى حنا درنا باش نديرو هذا الرمز ديال الجامعة. تمام. بالنسبة للمنطقة الصناعية الرمز ديالها معروف، وبالنسبة للسكن راه الأمور الفقير. باش تسجل غادي الدورة دغيا سنة خاص نصادق، غادي نبدل ديال التعاونة. لا لا المراجعة النظام الداخلي، المراجعة النظام الداخلي. ما راه خص أثنق المراجعة ديال النظام الداخلي، أثندرج ديال الدورة دغيا سنة. اثن غيام صافي اثن غيام تقبر مع 11 غيام شو قصي جنة خلي سهد نائم رسالة 120 نفس 11 صافي لي اخوان اسيدي كنشكركم باش نهار 120 غير 10 نهار 120 غير 10 قام وقع الغير قلت له نهار 28 ما لحقتش بغي نغيرو قلت له ولكن نهار 28 خصنا نغيرو في النظام الداخلي مازال ما بقى حساب لهم راه غيرناش ولا 11 نجيو على 10 ومن بعد صافي الاخوان اسيدي شكرا كنشكركم راجع 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 انا حبيت نشرب القهوه اللي غنفضها ما باش تخسر